ايه النور ده؟ خطوة عزيزة، شرفتني في فرح بنتي. يا اهلا بيك. والله احنا اسفين على ازعاج اسماعيل بيه في المناسبة السعيدة دي والجمع الجميل ده. اتفضل معانا. يتفضل معاكوا فين وليه؟ فين يا باشا؟ في النيابة يا هاني، وهناك هيفهم كل حاجة. يلا اسماعيل بيه اتفضل. بعد اذنك، انا ممدوح عبد الحميد، محامي في شركة اسماعيل بيه. ممكن افهم ايه الموضوع؟ طبعا، بس الكلام ده في النيابة. حضرتك تقدر تحصلنا وهناك هتفهم كل حاجة. أصل الموضوع كبير قوي يا متر، قضايا كتيرة، تزوير وتهرب ضريبي ورشاوي ويعلم إيه تاني. يلا إسماعيل بيه اتفضل. طب حسام باشا، من فضلك يعني ممكن حضرتك تسبقني وأنا أحصلك بالعربية؟ يا ريت كان ينفع إسماعيل بيه، بس حضرتك لازم تشرف معايا. اتفضل. اتفضل باشا.